إذن ستتقدم والقبائل الليبية على رأسها. معي من بنغازي المحلل السياسي الزميل سعيد رشوان. أستاذ سعيد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيدة ليلى، أهلا بيك، أهلا وسهلا بكم. يعني شكرا يعني إن أنتوا سهرانين معانا. أهلا بيك. فبالعكس يعني ردود الفعل الشعبية في ليبيا أطلعنا عليها، يعني كيف هي ردود الفعل عن يعني ما قاله الرئيس السيسي اليوم؟ والله أول حاجة اسمحي لي بنقول لك إن الرئيس السيسي اليوم دخل يعني من باب جديد في التاريخ في الدفاع عن دولة شقيقة وجارة، وهذا يعني عمل الآن افتقدناه من فترة طويلة في منطقتنا العربية. وفي الحقيقة هذا يعني المواثيق العربية والجامعة العربية والمواثيق العربية كلها تؤكد على الدفاع العربي المشترك والوقوف العرب مع بعض في المحن. ليبيا تواجه بصراحة يعني غزو أجنبي، وهذا الغزو أصبح يعني متجبر ومتكبر، يعني لدرجة أنه لا يريد يعني يتكلم باسم الليبيين الحقيقة في موضوع إيقاف الحرب والحوار، ويمل شروطه من خارج الحدود الليبية. وبالتالي حقيقة هذا العمل الجديد الذي قام به الرئيس اليوم، وكان يعني صراحة خطاب كان واضح وصريح وحاسم، ووضع خطوط حمراء حقيقة في المنطقة حول هذا التدخل والغزو التركي العثماني حقيقة، الذي يعني أصبح الآن أمام العالم وأمام الليبيين وباستفزاز يتكلم نيابة عن الليبيين ويضع الخارطة الليبية خلفه ويشرح عليها ويوزع مصادر الدخل طيب فيها ومناطق الاستراتيجية وقواعد العسكرية. فهذا العام الحقيقة اليوم خطوة جديدة اليوم، وهي أن هذه المناطق التي تتكلم عليها عربيا أصبحت خط أحمر بالشعب بالجيش المصري وبالقبائل الليبية وبالمكون الليبي. الشيء الآخر لو سمحتي لي بنقول لك على شيء يعني على موضوع القبائل في ليبيا. ربما في عدد كبير من الناس ما همش عارفين ماذا التركيبة الاجتماعية. التركيبة الاجتماعية القبائل الليبية العربية الليبية تعيش في مصر وتعيش في ليبيا، والعدد صحيح الأعظم من القبائل الليبية هي اللي موجودة الآن في مصر. يعني الامتداد الاجتماعي واحد، ما فيش واحد أو قبيلة أو شخص ملش أقارب في مصر أو مصري ملش أقارب في ليبيا. هل تعلم يا سيد رميز أن الديموغرافيا الليبية في مصر، القبائل الليبية في مصر المهاجرة في مصر تتجاوز 12 مليون نسمة، واللي في ليبيا 7 مليون. فشوف يعني هذه شوف يعني لا يعلم الناس مدى الارتباط الاجتماعي والقبلي للدولتين. يعني ليس هناك، ما كانش هناك حاجة اسمها مصر وليبيا، كانت هناك دولة واحدة وعلاقتهم واحدة وامتداد واحد. ومصر حقيقة يعني وقفت إلى الشعب الليبي في ثلاث مراحل مفصلية. طيب ما ردك على يعني حكومة الوفاق بدأت تظهر بعض تصريحاتها، وبعض التصريحات تتحدث عن أن ما قاله الرئيس السيسي اليوم عن التدخل العسكري المباشر بليبيا يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي. أيضا طبعا الأتراك رفضوا ذلك، وفي تصريحات لمستشار أردوغان، يعني كيف تعلق على ذلك؟ يا سيدة، هذا يعني هذا جنون، هذا موقف لا يفسر إلا جنون. يعني الكلام والتدخل التركي العثماني في ليبيا مباح، الذي تبعت تركيا الآن على ليبيا أكثر من 3000 كيلومتر تقريبا، والجارة العربية التي عندها امتدادات اجتماعية في ليبيا وبطلب من الليبيين وب يعني كيف يعني شنو الفرق يعني كيف فسروا من العيب ان اي واحد مواطن ليبي. نحن لا ندعو الى القتال ولا ندعو الى 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 الى, إلى مزيد من الدم ومزيد من الدمار ومزيد من العبث بالموارد ومزيد. احنا ندعو الى السلام، ولكن حقيقه يعني ان تبقى دوله مارقه مثل تركيا للاسف الشديد تتمركز في العاصمه الليبيه
وتتكلم باسم الليبيين، وعندما يتكلم الليبي الشعب الليبي ويطلب من الشعب الشقيق المصري والقوات المسلحة يطلب العون في الدفاع ورد هذا العنوان، يتكلمون على أساس أن مصر تتدخل في الأمن القومي. أي قومية واحدة، أي قومية العربية، ليبيا راهي قطر من الدول العربية، من أصغر الدول العربية، من الدول العربية الصغيرة، وهي يعني مسؤولية مصر تاريخية، مسؤولية مصر حقيقيا الدفاع عنها، وخاصة أهلها اللي موجودين وقبائلها يذهبون إلى مصر ويدافعون. واليوم يعني في خطاب الرئيس كان القبائل، قادة القبائل ليبيا مهمين معروفين، هم اللي كانوا موجودين، وهم اللي طلبوا من الرئيس السيسي أن يتدخل. البعض يقول، طب خليني دكتور سعيد، يعني دكتور سعيد خليني برضو أسألك، البعض برضو بدأ يتهم أقول لك الله، طب ما أنتوا هتسلحوا القبائل الليبية وتدربوا القبائل الليبية، طب ما هو ده يشبه الميليشيات، ما الفرق بين ذلك وبين الميليشيات الأجنبية التركية اللي جاية من تركيا؟ لا لا لا، أولا يا أختي، الميليشيات يعني مش حيتم تصليح الميليشيات، تاريخيا الموضوع معروف حتى من قبل. عندي ما أعطيتنيش فرصة نقول لك أن المصريين وقفوا مع المقاومة الليبية أثناء الحرب الإيطالية وقبل الاستقلال، هم الذي أسسوا الجيش الاستقلال، تم تأسيسه في أبو رواش في ليبيا في تقريبا في 45. وهو يعني هذه مسألة ليست جديدة يا أختي، ليست ميليشيات. الجيش يقول أن هناك حرب شعبية ممكن تحصل في هذه المنطقة ضد استعمار أجنبي، هذا اللي بيقوله، ليس علاقة، موضوع مش موضوع ميليشيات، موضوع أن هؤلاء أن يساندوا الجيش والجيش يساندهم في الدفاع عن أرضهم. هذه مسألة طبيعية، شنو علاقة الميليشيات؟ الميليشيات هي اللي موجودة في طرابلس، معروفة بالاسم ومعرف ومعرفين قادتها وعقيدتها القتالية وعقيدتها السياسية والدينية، هذه معروفة، هذه معروفة في طرابلس، هي اللي تمرت الدنيا وخلت يعني اليوم الشعب الليبي يذهب إلى مصر ويطلب المعونة حتى يدافع على أرضه ضد هذا الاستعمار وضد هذه القطرسة التي حقيقة أصبحت تمارس قدام العالم، وهذه يعني رغم أن أوروبا كلها الحقيقة ضد هذا العمل وتحاول بقدر ما تكون إيقاف هذا الزحف. إلا أن بصراحة في دول كبيرة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا العمل وفي هذه الفترة وفي هذا الغزو على ليبيا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد رشون، المحلل السياسي، من كان معنا عبر سكايب من بنغازي.